إذا أراد الرجل أن يهجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم، فهل يمتنع من تلبية رغبتها؟ ينظر الأصلح، هذا بين الزوجين، ينظر الأصلح، إن رأى الأصلح أن يوافقها ولعله يزول بهذا شر بينهما وافقها وهي معها، وإن رأى الأصلح أن يمتنع وأن شرها كبير وأن هذا يعني لا يحل المشكل فلا مانع من يمتنع من موافقتها، والحاضر يرى من الرأي، المفروض أن هذا شيء بينهما هو أعلم بمصلحة، ينظر الأصلح.